كابتن عادل، ازاي حضرتك؟ كابتن اسلام، اخبار حضرتك ايه؟ بخير والله، كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. كابتن عادل، خليني ابدا مع حضرتك بمباراه الاهلي وسيمبا. يعني كلام كتير عن هذه المباراه وعن اداء النادي الاهلي، من وجهه نظرك كيف رايت هذه المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه الف مليون مبروك ان احنا كسبنا ووصلنا للمرحله الثانيه. ما كانش ينفع في بطوله، اول بطوله افريقيه بتسمى الدوري الافريقي، وكنا نطلع من البدايه، ما كانش ينفع ولا كان حد يتقبلها. فطبعا بنبارك للنادي الاهلي ولجمهوره العظيم. الحاجه الثانيه بالنسبه للمباراه وتنقسم الى ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه، علشان احنا دايما مقتنعين ان المدير الفني راجل كفء وراجل على كفاءه عاليه جدا وراجل بيشتغل علمي هو والجهاز بتاعه. النهارده يمكن الاداء كان فيه تذبذب، وما فيش، كان اللياقه البدنيه كانت يعني ما كانتش مظبوطه الى حد كبير، الروح القتاليه ما كانتش موجوده. هل هناك ليها اسباب؟ نمره واحد، كولر ما عملش فتره اعداد، ما عملش فتره اعداد. انا يوم 28 سافرنا النمسا، يوم 4 14 لعيب مش معاه، منتخب اولمبي، منتخب قومي، ثم اللعيبه الاجانب اللي سافروا مع منتخبات بلادهم، وبعدين رجعنا على منتخب مره ثانيه الجزائر واظن زامبيا. فطبعا هناك اخطاء اداريه بيتحملها الكاف، انك انت مفروض انك انت بتعمل تجمع علشان اجنده دوليه، وبعدين بعدها بيومين بتديني ماتش في غايه الاهميه في الدوري الافريقي. فطبعا في لعيبه هو ما شافهاش وما اتمرنتش معاه. ده الجانب الاداري. ثم الجانب الفني، اعتقد انه بينعكس اللياقه البدنيه على الجانب الفني. الفرص اللي بتضيع ديت بهذه الكثافه معناها ان مفيش تركيز، لانه الفتنس بتاعك ما وصلش للمرحله اللي انت ممكن توصل لها، لانك انت ما عملتش فتره اعداد اللي هي بتبقى طيب ما بين ثلاث اسابيع واربع اسابيع. هل اخطا الاتحاد الافريقي لكره القدم ان هو يعمل هذه البطوله في هذا التوقيت؟ يعني مثل هذه البطولات تبقى مثلا في نص الموسم. يعني النهارده مثلا لو حضرتك اتفرجت على مباراه سان داونز وبترو اتلتيكو، هتجد ان بترو اتلتيكو لسه ما بداوش الدوري في انجولا، وبالتالي مستواهم الفني سيء جدا. اكيد يا كابتن، لان هو المفروض ان اللي بيعملوا الجداول ديت، ودايما انا بكرر الكلام ده، اللي بيحطوا الجداول والحاجات ديت لازم يكون ناس فنيين صحيح، وعندهم قدر كبير جدا من الجوانب الفنيه، من الاحمال. انا ازاي ابدا موسم ببطوله كبيره زي دي وتبقى في بدايه موسم، وبعدين انت النادي الاهلي باستمرار بتحطني في موقف صعب جدا. انت بعد توقف الدولي ثم بتعمل الاجنده الدوليه، ثم بعدها بيومين 48 ساعه بتديني ماتش في تنزانيا. طب يعني الراجل ما شافش اللعيبه، يعني علي معلول ما قدرش يوصل ونزل على القاهرة، ما جاي من اليابان، وطبعا اللعيبة كلها كانت في معاني المنتخبات سواء منتخب أولمبي أو إلى جانب طبعا الإصابات اللي كانت موجودة. الجانب الفني والجانب اللي احنا دايما بنتكلم عليه، وهو في بعض اللاعبين وللأسف يعني ودي اللي دايما بأنادي بيها، وهي لازم تبقى موجودة وتبقى يعني بأناشد بيها انها تبقى موجوده. انا النهارده في العقد بتاعي بيقول ان انا في نسبه مشاركه. نسبه المشاركه ديت الكل بياخدها. لا، انا اعمل نسبه مشاركه مع اداء. ايه هو الاداء؟ ما ينفعش يا كابتن اسلام ان انا النهارده بلعب مباراه بدي بفرقتي 8.5 من 10، الماتش اللي بعده ادي 2 من 10 او 3 من 10، ويبقى برضه الاشتراك والنسبة المشاركة تبقى موجودة. بس هنا يا كابتن برضو معلش لو حضرتك هتتكلم في هذا الأمر، ما هو طيب ما هو ممكن لو هم لو ادى النهارده 2 من 10 والمباراة اللي فاتت 8.5، ما هو لو فضل 2 من 10 كتير أو مباراة كمان، ما ممكن ما يلعبش، وبالتالي لن يشارك أساسا، وبالتالي لن يأخذ. ما هي بتتحسبش يا كابتن بالماتش يا كابتن.
أنا ايه اللي ما بتحسبش بالماتش؟ انا ما بحسبهاش بالماتش. اوكي، انا كلامي ما بيتحسبش بالماتش. الراجل المدير الفني كل اربع خمس مباريات بيقعد مع الجهاز الفني بتاعه يشوف الراجل ده الاستمراريه بتاعته. انا النهارده فيه لعيب يعني بيديني بيدي يجيب لي جول واثنين وخلاص بيركن، طب وبعدين فين الواجب الدفاعي؟ فين الواجب الهجومي؟ الخمس بطولات اللي احنا خدناهم الفتره اللي فاتت السنه اللي فاتت، شوف انت حسين الشحات وتاو كانوا بيعملوا ايه؟ مكوك رايح جاي صحيح، ودفاع وهجوم وحاجه على اعلى مستوى. طب الماتشات اللي فاتت دي هنقول ان هناك مبرر، ما كانش فيه فتره اعداد، وحتى الفريق ما بيتجمعش علشان يتمرن تمرين واحده. لذلك كل اربع خمس مباريات زي ما بيتحط في اللائحه بتاعت النادي الاهلي، انك انت كل اربع مباريات يروح مدي لك انت خدت 12 بونت او خدت 15 بونت، المكافاه بيديك بونص، بيديك زياده. نفس القصه بالنسبه للافراد. انا لما اكون بشتغل مدير فني والاقي لعيب انا مديله واجبات النهارده، يا اسلام اعمل 1 2 3 4، ايوه، وبعدين الفرقه كسبت بس هو ما اداش الواجب بتاعه، هل ياخد المكافاه بتاعت اللعيبه؟ لا، انا ما بطلعهاش، باركنها له، اقول له لما مستواك يرجع للمستوى اللي انا طالبه منك والحاجات اللي انا طالبها منك المكافاه ديت هترجع لك تاني، يبقى هناك حافز للموضوع ده. نسبه المشاركه مع الاداء اعتقد لو تدرس بعنايه هتبقى كل اربع مباريات الجهاز كله بيقعد النهارده، تعالى فلان اللعيب الفلاني انت النهارده نسبه الجري بتاعتك قد ايه؟ التمريرات بتاعتك قد ايه؟ الاهداف اللي انت عملتها، التمريرات اللي انت عملتها شكلها ايه؟ التمرير اللي فيها خطوره، ادائك وجريك وكل الجوانب الفنيه اللي المدير الفني بيطلبها، اعتقد دي لما هتبقى موجوده، ما اعرفش هي موجوده ولا لا، جايز تكون موجوده، بس لما هتبقى موجوده احنا بنشوف اللعيب في اوروبا يا كابتن، هل بتشوف لعيب بيبقى مستواه من 8 من 10 وبعدين الماتش اللي بعديه 4 من 10 او 5 من 10؟ بتلاقي دايما بيدي لك اقصى حاجه عنده، الاقصى حاجه عنده دي هو مش احسن مننا، احنا كلنا بشر، بس هناك حاجات بتحكمه، الحاجات اللي بتحكمه ديت زينا زي اي بشر، لابد يبقى فيه هناك الحته دي تبقى موجوده، يبقى انا عارف ان انا انزل مش مجرد ان انا اداء، لا ده اداء وفي نفس الوقت طلبات مطلوبه منك انك انت تعملها. المباراه بتاعت النهارده فنيا الناس كانت تفكيرها في سان داونز، الماتش ده يعني لو احنا لا قدر الله كنا اتغلبنا فيه، طيب كنا هنلعب سان داونز؟ ما كناش هنلعب سان داونز. يبقى اذا كان وده اللي دايما اتربينا عليه في النادي الاهلي، اتربينا عليه في النادي الاهلي، بيقول ايه الكلام اللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي؟ ان انا كل مباراه انا باخدها زي ما انت دايما بتقول وبتحذر، الماتش اللي جاي صعب، الماتش اللي جاي صعب، معناها ايه؟ معناها ان انا لا استهين بمنافس، انا بحط مبرر ان اللعيب المدير الفني ما شافش اللعيب، الحاجه المبرر الثاني ان ما عملش فتره اعداد. انا ما بدافعش عن حد، انما انا بقول الجانب العلمي المظبوط. الفرص اللي بتضيع ده نتيجه عدم تركيز، عدم التركيز ليه؟ لانه اللعيب مشتت، تاو راجع من جنوب افريقيا وبعدين قبليها كان مؤدي مباراه رائعه جدا مع المصري ومع الاسماعيلي. ايه المبرر ان انا النهارده تاو مش في حالته خالص النهارده؟ طب حسين الشحات اللي كان ماتش الزمالك والماتشات اللي فاتت، هو ده انا اجي اقول اسال حضرتك، هو ده مش بيحصل يعني طبيعي جدا؟ وحضرتك يعني مدرب كبير وعارف هذا الامر، ان اللعيب النهارده ممكن يبقى مباراه في ضمن المباريات زي ما حضرتك قلت، يعني لما تيجي نتكلم على مجموعه مباريات هتجد ان يعني مهما كان اسم اللاعب بيجي في لو 10 مباريات او 4 5 مباريات زي ما حضرتك بتقول هتلاقي بيبقى فيها مش الاداء مش واو يعني. ما كلامك سليم 100%. النهارده معظم اللعيبه كلنا معترفين بهذا الامر، صحيح، ودي ورده في كره القدم بالظبط. اللي انا باخد عليها يا كابتن، لان انا بتكلم بصوت واحد مشجع طبعا، ما ينفعش ان انا مباراه مهمه زي دي في بطوله مهمه زي دي وسمعه النادي الاهلي وبعدين في حاجات اعملها بالكعب واعمل، لا، في الوقت ده المفروض ان انا الباصه تبقى باتقان، حتى لو انا تعبان، حتى لو انا يعني في نوع من الثقه الزياده، لا ما يبقاش في ثقه زياده، اعملها مره بكعبي، مره اعملها عايز اخدها يعني، فطبعا يعني بطريقه ممكن بتضايق الجمهور.